مواطن إماراتي بيوجه رسالة لمنتخب الجزائر وبيسخر من محمد صلاح ومنتخب مصر. أهلا بيكم، معكم محمود حجازي من قناة إيجيبشن كينج. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان توصلوا الفيديو لأكبر عدد من الناس، ولأول مرة بتشوفونا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة. في واحد إماراتي تافه، والله تافه، ما ينفعش يتقال عليه غير تافه، بس ده طبعا ما بيمثلش غير نفسه، وانا لما برد عليه برد عليه لشخصه. الباشا منزل تغريدة على تويتر بيقول فيها: مبروك لمنتخب الجزائر التأهل، اللي مسوي هذا الفوتوشوب مطلوب حي ولا ميت، وحاطط صورة محمد صلاح زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اولا انا كمصري ولي اصحاب جزائريين، هم ما يرضهمش بنسبة 1000000%، وانا متأكد من الكلام اللي انا بقوله، ان واحد تافه زي ده يقول لهم مبروك ويحط صورة محمد صلاح بالمنظر ده. هما ما يشرفهمش ان واحد زيك يقول لهم مبروك، مبروك بتاعتك اللي كلها حقد من قلبك دي مش عايزينها. بالنسبة لصورة محمد صلاح ان انت تحطها بالمنظر ده، فحب اقولك ان الحاجة والدتك ما عرفتش تربيه، وان رباط جزمة محمد صلاح اهم منك انت شخصيا. على الاقل محمد صلاح لما بيشوط الكرة بوش رجله رباط الجزمة بيلمسها. ورجع كتب تغريدة ثانية على تويتر وقال فيها: الكوتش ده سبب خسارة المنتخب المصري، الكوتش ده كلام فاضي، الكوتش ده مقلب بتاع توك توك. هنبدأ من آخر الكلام، بالنسبة لبتوع التوك توك دول أشرف منك، أشرف منك 1000000 مرة، لأنهم بيشتغلوا وبيجروا على أكل عيشهم بالحلال. بالنسبة للكوتش ده كلام فاضي ومقلب، فأنا حابب أقولك إن الكوتش ده واخد هداف الدوري الإنجليزي مرتين، أحب أقولك إن الكوتش ده واخد أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي، أحب أقولك إن الكوتش ده الهدف بتاعه واخد جايزة بوشكاش كأحسن هدف في العالم، أحب أقولك إن الكوتش ده واخد أحسن ثالث لاعب في العالم، أحب أقولك إن الكوتش ده مسجل هدف في نهائي دورة أبطال أوروبا وفاز بدورة أبطال أوروبا. أنت مين؟ هات لي لاعب من بلدك عمل اللي جزمة محمد صلاح عملته، ما أعتقدش إن فيه. وبالنسبة إن محمد صلاح سبب خسارة المنتخب المصري، فأنا حابب أقولك مالكش فيه، احنا راضيين، مالكش دعوة يا اخي، انت بارد ليه؟ اللي صحيح هو منتخبكم عمل ايه في بطولة أمم آسيا اللي كانت على أرضكم في وسط جماهيركم؟ تعرف منتخبكم عمل ايه؟ هو الحقيقة ما عملش، هو اتعمل فيه. قول لهم يا خليل يا بلوش اتعمل فيه ايه؟ سمعوا ومتعوا يا حبيبي. حسن الهيدوس داس عليهم داس، يسجل الهدف الثالث، يخطف الأضواء، رباعيات العنابي، رباعيات العنابي، الأبيض الإماراتي في عاصمته ينهار، وسط جماهيره ينهار، وبالأربعة بالأربعة. شفت منتخبك اتعمل فيه ايه؟ تم اغتصابه كرويا، أربعة، 4-0 وعلى أرضكم وفي وسط جماهيركم. فلما تيجي تتكلم يا غالي على منتخب مصر ولا على محمد صلاح، وبقى شوف منتخبك يا حبيبي، أكل أربعة، أكل أربعة، وجوان كلها مزيك، جوان كلها تدرس، مش جون من غلطة، لا ده جوان كلها ملعوبة. انت حظك حلو ان انا بسجل الفيديو ده وانا تعبان مش قادر اتكلم، انا لو مش تعبان كنت فرشتلك الملاية زي ما بنقول في مصر كده. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو، انا بشكركم على المشاهدة، وما تنسوش تعملوا لايك علشان توصلوا الفيديو لأكبر عدد من الناس. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.